هذا وعمت فرحة كبيرة كل ربوع الوطن بعد هذا الإنجاز المستحق للخضر. فبمجرد تسجيل المدافع محمد الأمين توغاي لركلة الترجيح التي أهلت الخضر حتى خرج مئات الآلاف من مختلف ولايات الوطن للاحتفال بهذا الإنجاز الكبير بتجاوز عقبة المغرب واقتطاع تأشيرة التأهل. وربحنا المغرب وان شاء الله نكملوا نربحوا قطر وان شاء الله نجيبوا لاكوب الكاس العربيه وعقب الكاس افريقيا ان شاء الله. الحمد لله على الانتصار. الحمد لله 1 2 3 فيفا لجيري. اخويا احنا نهدوا الفوز هذا لفلسطين الشقيقه اخويا، نموتوا على فلسطين المغاربه. ما بيننا وبينكم والو، احنا بصح ربحناكم بالو، احنا ربحناكم بالو بليلي يهبلكم. صح البيت تاع بالليل يهبلني انا اليوم، ما نرقدش يا شيخ. والفوز هذا نادي فلسطين، وهذه هي القوه الضاربه اللي كان يهضر عليها البريزيدون عبد المجيد تبون. هذه هي القوه الضاربه اللي كان يهضر عليها. مبروك عليك. الماتش تاع اليوم ما كانش ساهل، الماتش قول فيناليست. هذا الماتش تاع اليوم ماتش فيناليست، دو زيكيب واعرين، مروك واعره ليك الشعب ديك اللي بتاع الجزائر واعره، والحمد لله يوسف بلالي سجل هدف هذاك ما كناش نستناو فيه. غريب غريب هذاك البيت، البيت هذاك غريب الحمد لله وعالمي. يا المروكي ريح عاقل صاحبي، تزور رابحين وان شاء الله لا فينال. يا الجيري في بلارجيري والعقوبة القطر ان شاء الله نعطيوها ثلاثة في بلارجيري. قوة ضاربة الله يبارك. ما نرقوش ما ترقوش على البيت تاع بالليل. يا الزين يا الزين، مازال الخير قدام ان شاء الله. الله يا ربي يربحنا الفوز للمنتخب الجزائري، الفوز لاخواننا فلسطين ان شاء الله. الجزائر شرفوا الجزائر، شرفوا المغرب العربي بكامله. شكرا، نتمنى الفوز بالكاس العربيه هذه. مستوى قمه كاع الحمد لله يا ربي، وان شاء الله خطره الجايه ان شاء الله ندوها ان شاء الله. كاس العربيه ان شاء الله نجيبوها ان شاء الله يا